I dreamed a dream in time gone by. البؤساء رواية للكاتب فيكتور هوغو نشرت سنة 1862 وتعد من أشهر روايات القرن التاسع عشر. إنه يصف وينتقد في هذا الكتاب الظلم الاجتماعي في فرنسا بين سقوط نابليون والثورة الفاشلة ضد الملك لويس فيليب. يكتب في مقدمته للكتاب: تخلق العادات والقوانين في فرنسا ظرفاً اجتماعياً هو نوع من جحيم بشري، فطالما توجد لا مبالاة وفقر على الأرض، كتب كهذا الكتاب ستكون ضرورية دائماً. تصف البؤساء حياة عدد من الشخصيات الفرنسية على طول القرن التاسع عشر الذي يتضمن حروب نابليون، مركزة على شخصية السجين السابق جان فالجان ومعاناته بعد خروجه من السجن. تعرض الرواية طبيعة الخير والشر والقانون في قصة أخاذة تظهر فيها معالم باريس، الأخلاق، الفلسفة، القانون، العدالة، الدين وطبيعة الرومانسية والحب العائلي. رواية البؤساء ظهرت على المسرح والشاشة عبر المسرحية التي تحمل نفس الاسم، وأيضاً عرضت في فيلم للرواية نفسها باسم البؤساء عام 2012، وقد حقق مبيعات ضخمة وحصل على عدة جوائز.